يقول الله تبارك وتعالى للمؤمنين: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. أو يقول هذا لليهود، أو يقول هذا لبني آدم عموما. ثلاث احتمالات في هذه الآية، وبكل قول من هذه الأقوال قال بعض أهل العلم: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. أكثر أهل العلم الجمهور على أن الخطاب هنا للمؤمنين، وذلك لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. أحد متفق عليه، وهذا عليه أكثر المفسرين أن الخطاب هنا للمؤمنين، يذكرهم الله تبارك وتعالى بنعمه العظيمة وميثاقه الذي واثقهم عليه، أي واثقوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأمر من الله تبارك وتعالى، وهذه البيعة التي بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بيعة العقبة أو بيعة الرضوان، فتدخلان في هذه الآية. القول الثاني أن الخطاب لليهود، وما أخذ الله عليهم من الميثاق: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقول الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ونعمة الله عليهم لما أرسل إليهم موسى، ثم أرسل إليهم عيسى وغيرهما من الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، ثم أرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم، ووثقهم الله تبارك أن يؤمنوا بكل رسول يرسله إليهم جل وعلا. أو يكون الخطاب لجميع الناس، ويذكرهم الله تبارك بنعمه الجمة الكثيرة سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى، ثم يذكرهم بميثاقه الذي أخذه عليهم وهم في ظهر آدم، وهو الميثاق القديم، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. فتحتمل هذا وهذا وهذا، والأكثر على الأول، وهو أن هذا الميثاق هي البيعة التي كان يبايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، والميثاق هو العهد. قوله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، أي تذكروا نعمة الله عليكم، حيث إنه إذا قلنا إن الميثاق هو البيعة التي تمت للنبي صلى الله عليه وسلم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنزل إليكم أحسن كتبه وأرسل إليكم أكرم رسله وشرع لكم أكمل شرائعه وبين لكم الحق وأمركم به ورزقكم الصحة والسمع والأبصار والأفئدة، ماذا تريدون بعد ذلك؟ فكل هذا محتمل. قال: وميثاقه، نسب الميثاق إلى نفسه لأنه هو الذي أمر به وشرعه سبحانه وتعالى، وذلك نسبه إليه، وإلا الميثاق كان بينهم وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذ قلتم سمعنا وأطعنا، أي سمعنا قولك وفهمنا والتزمنا وأطعنا فيما أمرتنا به، أي سمعنا قولك والتزمنا أمرك ونجتنب ما نهيتنا عنه، نأتمر بما أمرتنا به وأن نأتي به على الصورة التي ترضيك عنا. إذ قلتم سمعنا وأطعنا، ثم قال: واتقوا الله، أي واتقوا الله في كل أحوالكم وفي كل أوقاتكم وفي كل مكان وفي كل زمان، اجعلوا تقوى الله تبارك وتعالى نصب أعينكم فتكون ملازمة لكم لا تفارقكم ولا تفارقونها. ثم قال: إن الله عليم بذات الصدور. ذات أي صاحبة الصدور، ذات بمعنى صاحب، ذوه أي صاحبه، وصاحبة الصدور هي القلوب. إن الله عليم بالقلوب، إن الله عليم بالقلوب، كما قال الله تبارك وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسدت الجسد كله، ألا وهي القلب. فذات الصدور هي القلوب. يقول: واتقوا الله، عفوا، نعم، واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فإذا كان عليما بذات الصدور فخافوه إذن، واتقوه سبحانه وتعالى، وإياكم أن تنحرفوا، لأنه عليم بذات الصدور، عليم بالتزامكم بالمواثيق أو عدم التزامكم بها، عليم في داخلة أنفسكم، هل أنتم راضون عن الله تبارك وتعالى وملتزمون بما واثقكم به عليه، أو أنكم تفكرون كيف تنحرفون، كيف تتركون هذه المواثيق التي واثقكم الله تبارك وتعالى
عليها. فالقصد إذن أن هذه المواثيق من الله تبارك وتعالى يخبر جل وعلا إياكم أن تخلفوها، لأن الله يعلم ما في صدوركم من قصد الالتزام بها أو قصد الانحراف عنها.